تعرف فيه من هو رب، من هو إلهك، من هو خالق الأكوان والمجرات والأفلاك والكواكب والشموس والغيوم والجبال والهضاب والأنفاق والأنهار والمحيطات. من هو الله الذي لا إله إلا هو؟ أنت أيها الشاب لا تغتر بنفسك، أنت أيها الشاب لا تغتر بنفسك، بعلمك، صحتك، قوتك، بمالك، لا تغتر. أردنا أن نتحدى الطبيعة فلنأتي هنا إلى هذه الأماكن ونتحدى فيها أنفسنا لكي نبني فيها مجتمعات مستقرة، لكي نرى قدرتنا على أن نعيش هذه الحياة الصعبة 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 التي يعيشها هؤلاء الناس هنا، التعليم، الصحة، المياه، الأكل، وظائف إلى آخره. نحن نتمتع الآن برؤية السماء تلتقي مع الأرض كما نرى من خلف هذه الأشجار، منظر جميل. لن يستطيع أن يرسمه فنان ولن يستطيع أن يتحدث عنه أي شخص إلا الذي يرسمه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. أنا أشعر بالسعادة الكبيرة لأنني وصلت إلى هنا، وصلت له، وأتمنى أن تصلوا إلى أبعد مما وصلت إليه، وأتمنى أن تكونوا معنا الآن، أنتم أصحاب التغيير، وأنتم بناة المستقبل، وأنتم بناة الحياة. جزاكم الله خير، تحدثونا، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، السلام عليكم.